وهنا سلمى ومريم نسيوا في كاميرا واندمجوا مع الأغنية. وشذا قررت تترك التصوير شوي عشان تتكلم معانا. شنو القفطان اللي بيمثل شذا أكتر؟ القفطان الأحمر اللي شايفينه جري، ولا القفطان البرنسس اللي حنشوفه الأخضر، ولا اللبسة اللي هي البنت البسيطة؟ أنا 3 في 1. هي تعرفني، يعني أنا شخصيتي بين الإنسان اللي فيها شوية شغب وسبايسي وهذا، والعفوية البسيطة اللي مع صديقاتي مع الناس القريبين مني حتى في حياتي. يعني وفي الكواليس حرص والد شذا أمجد حسون على التواجد معاها لدعمه ومجتهدة كمان هالمرة أغنية مغربية. والله انا يعني اعتز يعني كثيرا انه شذا تغني الفلكلور والتراث المغربي.